وللتعقيب على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين. أهلا وسهلا بك، حياكم الله. كيف تنظر إلى تظاهرات أنصار الحكيم احتجاجا على سوء الخدمات والفساد في ظل تولي التيار مسؤولية المحافظة لفترة طويلة؟ يعني أعتقد مظاهرات السيد عمار الحكيم هي غير مرحب بها لا من المجتمع البصري ولا من الحكومة العراقية، وهناك ازدواجية في التعامل بتيار الحكمة بعد وصول عادل عبد المهدي إلى منصب رئاسة الوزراء، لأن عادل عبد المهدي هو بالأصل كان من المجلس الأعلى الإسلامي، والسيد عمار الحكيم هو رئيس هذا المجلس، بمعنى كان بينهما توافق وعلاقة تنظيمية جدا قوية، فالخلاف بينهما ليس خلاف على مبدأ ولا خلاف على منهج الحكومي، وإنما الخلاف على قد يجوز إفلاس تيار الحكمة من بعض المناصب الحكومية، ولهذا دعا بأنه يتبنى منهج المعارضة. الذي يريد أن يتبنى منهج المعارضة عليه أن يقدم برنامجا للحكومة ومن ثم ينقد الحكومة في أدائها، لا يكون جزءا من الحكومة في مكان ومن جهة أخرى ويكون معارضا، وفي نفس الوقت نفسها قادة المظاهرات والناشطين في البصرة والمجتمع البصري هو رافض هذه المظاهرة باعتبار أنه هذا التيار هو جزء من المشكلة، لأنه منذ سنين وهو يتولى بالإضافة إلى ذلك سيد حسين كحكومة محلية. نعم، بالإضافة إلى ذلك كثر فيها الفساد ولم يقدم شيئا لأهل البصرة. نعم، بالإضافة إلى ذلك، هل من السهل يعني من السهولة بمكان الانتقال من مربع الحكم إلى مربع المعارضة وممارسة هذا الأداء المعارض بكل هذه السهولة؟ من الممكن لأي جهة أنه لا تجد الحكومة تسير في طريقة رشيدة وفي منهج بناء، ولكن هذا الأمر غير موجود لدى تيار الحكمة من أداء المعارضة. نعم، بعض أطراف الحكومة تنسحب من الحكومة باعتبار الحكومة لا تنفذ برنامجا بناء ويقدم خدمات المجتمع، لكن هذا غير موجود على الأرض، هو لديه محافظين ولديه مسؤولين في الدولة، والخلاف بينهما على المكاسب والمناصب في الحكومة وليس خلاف على المنهج وعلى آليات الحكومة وإدارتها لملف الخدمات، فالخلاف ليس بينهما على هذا، وإنما الخلاف على عدد المناصب والمواقع التي يريدها تيار الحكمة لم يحصل عليها. فلهذا السبب هذه المعارضة غير رشيدة ولم تحقق أهدافها. وأبسط شيء، أبسط دليل على ذلك ليس رفض السيد عادل عبد المهدي، وإنما رفض الشعبي بهذه المظاهرة. أنا تابعت كما تعرف تواصل هناك رفض شعبي عارم لهذه المعارضة الذي يتكلم بها السيد عمار الحكيم. كما تعرف سيد حسين أن هذه التظاهرات تزامنت مع تظاهرات نشطاء ومتظاهرين من البصرة، أجلوا تظاهراتهم إلى يوم غد السبت حتى لا تتزامن بنفس التوقيت مع تظاهرات الحكيم. بماذا نفسر تأجيل هذه التظاهرات، وهل ستكون في يعني قوية ومؤثرة؟ لا، نعم، أعتقد أنه تأجيل هذه المظاهرات هو دليل الرفض على مظاهرات تيار الحكمة، هذا واحد. ثانيا أنه مظاهرات تيار الحكمة طالما يعني هي من جهة سياسية تابعة لهذه الحكومة أو هي جزء من هذه الحكومة فلا تحقق نفعا ولا تحقق هدفا، وإن وجدت بعض الأشخاص هي ليست كما يقول السيد عمار الحكيم بأنها ستكون مليونية. نعم، لن تكون مليونية بهذه الطريقة، لأنه الهدف من هذه المظاهرات هو موجود وغير متحقق. نعم، نعم. طيب، مسألة أن يقوم تقريبا 30,000 عنصر أمن بتأمين هذه التظاهرات ومقارنة ذلك يعني مع تظاهرات أخرى لم يعني تأخذ هذا النوع من التأمين، كيف يمكن تفسيرها؟ هذا واضح أنه كثير من المظاهرات التي تريدها الحكومة أو أطراف الحكومة تؤمن وتقدم لها كافة الخدمات والأمنية وإلى آخره، وقد نجد بعض الناس تقدم الخدمات مثل الماء والطعام، بينما المظاهرات الشعبية التي تنطلق من معاناة الشعوب لا تجد لها مثل هذا، على العكس تجد هناك استهداف واعتقالات وحتى وصلت إلى درجة الاغتيالات ومحاكمات للناشطين. فهذا الفرق بين المظاهرات التي تنطلق من معاناة والمظاهرات التي تنطلق من ترف ومن مطالب شخصية فئوية، هذا الفرق بين هذه وتلك. سيد حسين، من الذي يحدد يعني طبيعة هذه المظاهرات أو ماهية هذه المظاهرات؟ هؤلاء يقولون أنها مظاهرات شعبية وطنية بامتياز، آخرون يقولون أنها مظاهرات سياسية،
شركاء العملية السياسية سابقا تحدثوا عن التظاهرات التي خرجت في 25 شباط واعتصامات 2012 بأنها تظاهرات مشبوهة. الكل يقيس ويتكلم حسب ما يرى. الصوت الشعبي ماذا يقول بهذا الشأن؟ لا، هو أولا الذي يميز هذه المظاهرات عن تلك هو المبدأ، هذا أهم شيء والمطلب. ثانيا، ثالثا، قيادات هذه المظاهرات، قيادات هذه المظاهرات، أنت كيف تقود مظاهرة وأنت جزء من المشكلة؟ كيف تقود؟ خلاص يا أخي قدم خدمات وبدون مظاهرة، بدون ما تطلع مظاهرات. ثانيا، المسؤول يسأل ولا يطالب، هو لا يطالب، هو يسأل ويجيب ويحقق، ليس العكس. يعني احنا امام حاله غريبه جدا، المسؤول نفسه هو يسال وهو يريد ان يستثمر وهو الذي يقوم بالمظاهرات وهو جزء من منظومه الفساد اللي موجوده. هذه حاله غريبه، حاله مرفوضه وحاله شاذه ومعلومه جدا لدى الشارع العراقي ولدى المجتمع العراقي، انه لا يمكن لسياسي جزء من المنظومه السياسيه ان يقود مظاهرات ليطالب بها استحقاقات الشعوب ومطالبها سواء الإدارية أم الوظيفية إلى آخره. هذا أمر غير مقنع. وصلت الفكرة. وصلت الفكرة سيد حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من إسطنبول.